التجارب الدينية الاصطناعية Artificial Religious Experiences. كل ما زادت معرفتنا بالمخ البشري، تركيبه ومنظومة عمله، كل ما أصبحنا قادرين على التحكم فيه وفي مخرجاته. والعلماء طوروا جهاز أطلقوا عليه المحفز المغناطيسي للمخ Transcranial Magnetic Simulator، اللي من خلاله العلماء بيستخدموا مجال مغناطيسي متغير لإنتاج تيار كهربائي يتدفق في مناطق محددة صغيرة داخل المخ لإحداث إثارة أو تحفيز بناء على المنطقة اللي بيتم تنشيطها. مجموعة مختلفة من النتائج والتأثيرات يتم إنتاجها، على سبيل المثال تحفيز منطقة القشرة الحركية موتور كورتكس بيؤدي لإنقباض في العضلات، أو أمثلة أخرى أثبت فيها العلماء باستخدام المنظومة العلاجية إن من الممكن المساعدة في حل مشاكل الاكتئاب الشديد، الفصام، نوبات الصرع إلى آخره. على أي حال، الجهاز من الممكن استخدامه لتكوين تجارب دينية عند بعض الناس عن طريق تحفيز منطقة الفص الصدغي temporal lobes من خلال موجات مغناطيسية اللي بيؤدي بالفرد للإحساس بوجود كيان أعلى منه في العادة ما بيشير إليه الفرد بوجود الله. الأمر الملفت للنظر في التجربة إن نتائجها غير قاصرة على المؤمنين فقط، حتى الملحدين عند تعرضهم لنفس التجربة بيتولد عندهم نفس الإحساس وبيمروا تقريبا بنفس التجربة الدينية. الملاحظة العلمية البسيطة دي دفعت العلماء للاعتقاد إن الفص الصدغي في المخ بيلعب دور مهم في التجارب الدينية. الاستنتاج ده أيضا مدعوم بحقيقة إن الأفراد اللي بيعانوا من مرض صرع الفص الصدغي temporal lobe epilepsy، الحالة المرضية اللي فيها المريض بيعاني من نوبات صرع وتشنجات سيجر متمركزة في نشاط كهربي زايد في منطقة الفص الصدغي، بيقروا بشكل قوي إن خلال نوبات الصرع بيمروا بتجارب دينية قوية. عالم الأعصاب الهندي الأمريكي V.S. راماتشاندران المعاصر في كتابه الممتع الخيالات في المخ كشف ألغاز العقل البشري Probing the Mysteries of the Human Mind اللي نشره سنة 1998 قال إن الأمر المثير إن هؤلاء المرضى اللي مروا بتجارب روحية عميقة بما في ذلك الإحساس بوجود سماوي علوي أو الإحساس إنهم على اتصال بالله وإن كل شيء حولهم أصبح له معنى كوني، عادة ما بيقولوا أنا أخيرا فهمت المعنى من كل شيء، دي اللحظة اللي كنت منتظرها طوال حياتي، فجأة كل شيء أصبح له معنى أو فجأة أصبحت مدرك لمعنى الوجود وغاية الكون. وكأن الله بيمنح البشر العادية لحظات محدودة خاطفة من الحقيقة المجردة. وبالرغم من ألم التجربة على المرضى دول إلا أن تقريبا كلهم بيأكدوا باستمتاعهم في اللحظات المحدودة اللي بينظروا فيها من خلال عين الله على الواقع المجرد في تجربة صراعهم المؤلمة. ومن هنا يبدو أن التجارب الدينية قد تكون مجرد أحداث دماغية بسيطة وملهاش علاقة بالواقع الخارجي أو أي شيء خارج عن الشبكة العصبية الدماغية. ما تستعجلش، أولا لا يوجد دليل على أن التجارب الدينية المستحدثة اصطناعيا من خلال الأجهزة العلمية ليست تجارب حقيقية. جايز جدا أن عملية تحفيز الفص الصدغي عند البشر بتساعدهم على إدراك واستقبال الله. لو ده حقيقي إذن جهاز المحفز المغناطيسي للمخ لا يؤكد خطأ التجارب، لكن بيساعد على أن التجارب تحصل، أو بمعنى آخر جهاز لتحفيز إدراك الحقائق الموجودة في الواقع، بالضبط زي ما فرد ضعيف البصر بمجرد ارتدائه لنظارة طبية بتتحسن رؤيته للكائنات اللي في الواقع ويصبح قادر مثلا على رؤية الأشياء البعيدة أو الدقيقة اللي كان غير قادر على رؤيتها قبل كده. من الجايز إن جهاز التحفيز بيساعد المرضى على إدراك الله، زي ما النظارة ما خلتناش نشك في وجود الأشياء الدقيقة اللي الفرد كان غير مبصر بيها قبل كده، ليه جهاز التحفيز حيخلينا نشك في وجود الكائنات العلوية زي الله؟ ثانيا، حتى لو كانت التجارب الدينية الاصطناعية غير حقيقية مش معنى كده إنه لا توجد أي تجارب دينية حقيقية. على سبيل المثال تجارب أخرى من الممكن إنتاجها عن طريق المحفز المغناطيسي زي الإحساس إن في شخص آخر في الغرفة في حين إنه مفيش أي شخص في الغرفة وقت إجراء التجربة، ما بنستنتجش من التجربة دي إن كل الأحاسيس اللي عندنا كبشر دالة على وجود شخص آخر بجانبنا خاطئة،
بالرغم ان من الممكن تكوين نفس الاحاسيس دي اصطناعيا عن طريق الجهاز، لكننا ما زلنا بنعتقد ان بعض تلك الاحاسيس عند البشر حقيقي. إذن ليه تكوين تجارب دينية اصطناعية بيؤخذ كدليل على عدم وجود تجارب دينية حقيقية قد يدرك فيها الإنسان الموجود الأعلى؟